ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج السرطان ليوم الخميس 9 ديسمبر كانون الاول 2021. تهيمن عليها المشاعر الايجابية بالحب وحسن النية في ان الاجتماعات لديك سواء في العمل او في الشؤون الشخصيه اليوم تكون مرضيه بحد كبير وطيبه. الدفء الذي تظهره تجاه الاشخاص الذين تقابلهم وكذلك اولئك الذين تحبهم وتهتم بهم اكثر من غيرهم هو امر متبادل، ويشعرون بالتاثر بشكل ايجابي بمزاجك المقبول طول اليوم. بالنسبة ليك عاطفيا يا سرطان، إذا وجدت صعوبة في التحكم في حالتك المزاجية ستجد من تحبهم لا يعرفون ما يمكن توقعه أو كيفية التصرف بشكل مناسب. الحجج حول الأمر التافهة لها تأثير ضئيل. إذا شعرت أنك تسببت في أذى غير ضروري فقد يكون من المفيد الاعتذار عن الانفجار، لا أساس له ولم يتم التفكير فيه بشكل جيد. بالنسبة ليك مهنيا يا سرطان، إذا كنت تشعر بسوء المزاج تجاه زملائك فيمكنك أن تتوقع منهم أن يتصرفوا بطريقة مماثلة تجاهك. من الممكن أن تواجه بعض النكسات والأشياء ببساطة. لا تسر بالطريقة التي تريدها ولا تلوم الآخرين على الفور، وإلا فإنك تخاطر بالتسبب في جدال قد تندم عليه لاحقا. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يواصل القمر عبور برج الدلو في الصباح ويشكل مربعا للمريخ هذا الصباح. يمكن أن يشير هذا العبور للحالة المزاجية ونفاذ الصبر والإلهاء. ومع ذلك مع تقدم اليوم نجد أنفسنا أكثر انزعاجا. ينتقل القمر لبرج الحوت ويساعدنا الانتعاش العاطفي أو العقلي على اكتساب منظور جديد للأمور. مع وجود شريحة خامسة من كوكب المريخ وزحل في وقت لاحق، نحن ماهرون بشكل خاص في الفرز والترتيب والتخطيط اليوم. يمكن أن يكون هناك استعداد لتقديم تضحيات إذا بدأ أنها أفضل طريقة لإجراء تحسينات. مع وجود خطة للعبة جديدة فنحن على استعداد لممارسة الصبر فيها. توقيتنا اليوم هيكون جيد للأنشطة التجارية والشخصية لأننا نميل إلى التخطيط والاستعداد بشكل جيد. بيحدث القمر الفارغ اليوم مع الجانب الآخر للقمر قبل تغيير العلامات من مربع المريخ، بيدخل القمر لبرج الحوت، وذلك هيدعو إلى الحب والتسامح اليوم. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.